فوجئ الكادر بدخول 9 أشخاص يحملون عصي ويعني حديدية، عصي حديدية وسكاكين، قاموا بالاعتداء بالضرب على المدير، مدير المدرسة، وحتى الأساتذة الباقين. طبعا بالإضافة إلى السب والشتم والتهديد بالهجوم على المدرسة. طبعا هذه مأساة مثل ما قلنا تتكرر في مدارس مختلفة في العراق، ليس فقط في كربلاء، تحدث هذه وتتكرر في مدارس عديدة. مراسلنا طبعا من كربلاء وليد الصالح يتحدث مع مدير هذه المدرسة وعدد من الأساتذة، خلونا نشوف. نعم، لوكيشن جديد من محافظة كربلاء، تحديدا منطقة الخيرات أم رواية. حقيقة هناك اعتداء حصل على كادر مدرسة المؤاخاة في هذه المنطقة، يعني مجموعة من الأشخاص قاموا بمهاجمة الكادر والمدرسة، وأيضا اعتدوا على التدريسيين وكذلك مدير المدرسة. راح ألتقي بمدير المدرسة وأحد التدريسيين يشرحون بالتفاصيل شنو اللي صار من اعتداء عليهم من ذولا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. استاذ احكي لي شلون اعتدوا عليك؟ حقيقة هذه سابقة خطيرة تحصل في خصوصا بالمنطقة هاي، باعتبار منطقة عشائرية وتحكمها العرف العشائري وتعتبر محمية من العشائر. يعني هو هذا اكو سبقها فد أحداث يلا وصلت إلى هذه المرحلة، انه طالب مفصول بأمر إداري بتوقيع المدير العام لتجاوزه على أحد أعضاء الهيئة التدريسية. مدير تربية أكيد، يعني توقيع مدير عام، وبالتالي يعني انتهزوا الفرصة وكانوا دائما يترددون على المدرسة ويرسلون رسائل تهديد. وتفاجأنا في اليوم الفلاني اللي هو أعتقد يوم 3 كان، يعني الساعة 3 عصرا، تفاجأنا أثناء وجودنا بالمدرسة والإدارة بالذات مع الأساتذة والمدرسين الموجودين، يعني تفاجأنا بدخول 9 أشخاص مسلحين يحملون العصي ويحملون الأنابيب الحديدية ويحملون السكاكين. أنا بالنسبة لي ضربوني بوري حديد وعصا خشبية، وأستاذ أحمد ضربه بسكين بيده اليمنى، وأستاذ مصطفى بوري حديد أيضا، وكثير من الأساتذة. هاي ضربة يعني كتالة؟ أكيد أكيد، هم لأنه أول ما دخلوا 5 أشخاص، ومن نداءهم بيناتهم لا تخلون واحد من عندهم، اقتلوهم جميعا. احنا دورنا حقيقه تربيه، وزاره التربيه قبل التعليم. احنا وظيفتنا تربيه، فواجبنا انه نربي الطالب. يعني احنا حتى اساس المشكله، حتى المجتمع يفهم انه شنو مشكله هذا الطالب، ليش انفصل هذا الطالب، لان اغلب الاشخاص الان والناس انه تلوم المدرس ليش يفصل ليش كذا. هو من فقلت لك الحادثه، من دخلوا دول الخمسه، فاثنين دخلوا شلون على ميز المدير، قبل اثنين يعني شلون الوحوش، فراحوا على ميز المدير، فقمنا انا واستاذ مصطفى، واحد لزمته انا والاخر لزمه استاذ مصطفى، فالبقيه اللي طبوا الاربعه والثلاثه اللي للغرفه، حقيقه ضربنا هنا على رقبتي، واثناء كان شاني طعن بهاي السكين هنا بايدي. حقيقة بعدين أنا صار عندي مثل الفقدان الوعي. هاي بعد إحنا طبوا قلت لك مثل الوحوش، إنه إحنا لازم نموتكم، موتوهم كلهم والله، موتوهم كلهم، وبعدين يهدد ونجيكم بعد أسبوع ونجيكم بعد شهر ونجيكم. تم اعتقال عدد منهم دولار؟ لا لحد الآن بعدهم، بس الاعتقال اعتقلوا يعني أشخاص مقربين لهم، 4 أشخاص مقربين لهم.